تاريخ شركة فايزر الدوائية، إنجازاتها وأهم منتجاتها الدوائية. تعد شركة فايزر للأدوية من أضخم شركات الأدوية على مستوى العالم، تحتل المرتبة 44 في قائمة أكبر الشركات المساهمة العامة في العالم، وذلك وفقا لمجلة فوربس، كما أنها مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز PFE. لذا في هذا الفيديو أعزائنا سنقدم لكم لمحة موجزة عن منتجات وإنجازات الشركة وتاريخها ولقاح كورونا التي أعلنت عنه. تابعوا معنا. تاريخ شركة فايزر. قام كل من أبناء العم تشارلز فايزر وتشارلز إيرهارت بافتتاح شركة فايزر بعد أن استلف فايزر من والده مبلغا وقدره 2500 دولار، وذلك في العام 1849 ميلادي في بروكلين في نيويورك. ومن الجدير بالذكر هنا أن تشارلز إيرهارت كان يعمل في صناعة الحلويات قبل أن يعمل مع ابن عمه. كانت الشركة تعمل في بادئ الأمر ضمن مبنى واحد كشركة مصنعة للمواد الكيميائية الدقيقة، وكان المبنى مكون من مستودع ومختبر ومصنع ومكتب. وبدأت الشركة بعد ذلك بالتوسع توسعا تدريجيا، وقرر أبناء العمومة نقل المقر الرئيسي للشركة إلى مانهاتن، وذلك في سنة 1868، وافتتح مستودع منفصل عن المبنى الرئيسي. وفي أثناء فترة الحرب الأهلية الأمريكية والتي امتدت ما بين العامين 1861 و 1965 ميلادي، عملت الشركة على توسيع إنتاجها بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الاتحاد. كما قامت الشركة أيضا بتطوير حمض الطرطريك، حيث نقله الجنود إلى مجموعاتهم القتالية واستخدم لعلاج الجروح. كما ازدادت الحاجة وارتفع الطلب على كل من المواد الحافظة والمطهرات ومسكنات الألم، وهنا بدأت إحدى النجاحات الأولى للشركة، حيث تضاعفت إيرادات الشركة في العام 1868 ميلادي عندما بدأت الشركة بتصنيع المورفين واليود والكلوروفورم، إضافة إلى التطبيقات الطبية التي تم استخدامها في مجال التصوير الفوتوغرافي الناشئ. تعمل الشركة حاليا في 180 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 96 ألف موظف، ويقع مقر بحثها في كل من كونيتكت وغروتون. تحتل الشركة المرتبة 49 في العام برأس مال سوقي يقدر ب 210 مليار دولار أمريكي اعتبارا من شهر أوت 2020، لتكون شركة فايزر واحدة من أكبر وأفضل شركات الدواء في العالم كله. ما هي أولى منتجات شركة فايزر للأدوية؟ أول منتج دوائي للشركة كان مضادا للطفيليات يستخدم في علاج الديدان المعوية، حيث قام كل من الكيميائي فايزر وابن عمه الحلواني إيرهارت بمزج الدواء مزجا طبيعيا مع النكهة وشكلها في شكل مخروط كالحلوى. وكان ذلك في سنة 1949 ميلادي. قامت الشركة بإطلاق أول إنتاج محلي لحمض الطرطريك وكريم الطرطار، حيث استخدمت هذه المنتجات على نطاق واسع في الصناعة الكيميائية والغذائية. قامت الشركة بتوسيع إنتاج كريم الطرطار وحمض الطرطريك خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت 4 سنوات. استخدمت الشركة مركزات الجير في تصنيع حمض السيتريك، وذلك في سنة 1880 ميلادي. ما هي أهم إنجازات ومنتجات شركة فايزر للأدوية؟ إن شركة فايزر هي أول شركة دوائية تقوم باكتشاف طريقة لإنتاج البنسلين بعد أن اكتشفه العالم ألكسندر فليمينغ في العام 1928. قامت شركة فايزر بافتتاح مصنع تخمير في إنجلترا سنة 1955. قامت شركة فايزر بتصنيع أول منتج مرخص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي، وهو مضاد ضيفان الخناق، وذلك سنة 1906 في مدينة نيويورك. قامت شركة فايزر بأول عملية شحن للقاح التيفوئيد سنة 1941. تعد شركة فايزر هي الشركة الأولى التي رخصت لقاحا متقارنا ضد المستديمة النزلية من نوع باء، وذلك في العام 1988. قامت شركة فايزر بالمشاركة في الإنتاج التجاري للقاح الجذري، حيث كانت تنتج مليون جرعة من اللقاح أسبوعيا، وذلك في سنة 1951. تنتج شركة فايزر الدواء المقاوم للفطريات ديفلوكان. قامت شركة فايزر بإنتاج
ريتروماكس وهو المضاد الحيوي طويل الأمد. أطلقت شركة فايزر في سنة 1998 ميلادي الدواء المعالج لضعف الانتصاب المسمى بالفياغرا، وهو الدواء الذي وصف بأنه العقار المعجزة. ففي العام 2012 وصلت مبيعات الفياغرا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي، ليصبح بذلك من أكثر الأدوية مبيعا في العالم. قامت شركة فايزر بتصنيع لقاح المكورات السحائية من نوع ب للأفراد ما بين سنة إلى 25 عاما، وذلك في العام 2014 ميلادي. ما هي أدوية فايزر الحاصلة على براءة اختراع؟ أولا، دواء البريغابالين ليريكا لألم الأعصاب. ثانيا، لقاح المكورات الرئوية ريفنار. ثالثا، توفاسيتينيب التهاب القولون التقرحي والتهاب المفاصل الروماتويدي. وأخيرا، لقاح كورونا من فايزر بايونتك. قامت شركة فايزر بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية بيونتك بدراسة وتطوير لقاح كوفيد 19 mRNA، وذلك في أوائل سنة 2020. وفي 27 من شهر يوليو من العام ذاته، أعلنت كل من الشركتين عن بدء المرحلة الثالثة من الدراسة السريرية العالمية للسلامة والفعالية لتقييم اللقاح mRNA. وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تم الإعلان عن إكمال الشركتين الأمريكية والألمانية المحادثات مع المفوضية الأوروبية لإنتاج وتقديم 200 مليون جرعة لقاح أولية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية توفر 100 مليون جرعة إضافية فيما بعد. في شهر أكتوبر من العام الماضي، أعلنت شركة فايزر أنها ستبدأ باختبارات لقاح فيروس كورونا الخاص بها على مجموعة كبيرة من المتطوعين، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 من العمر. وهذه تعد التجربة الأولى للقاح كورونا على الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. في شهر نوفمبر من العام 2020، أعلنت شركة فايزر أن لقاح كورونا المنتج من قبلها فعال بنسبة 90%، وهذا ما وصفته بأنه المعجزة، حيث تم اختباره على 43,500 شخص. وختاما، أعلنت شركة فايزر بأنها ستكون قادرة على توصيل ملايين الجرعات خلال الإطار الزمني لشهر أكتوبر، كما أنها تتوقع إنتاج مئات الملايين من الجرعات خلال سنة 2021.